16/2012 شاهد الناس كيف تهرب خوفا من قصف الطائرات بعد القصف العنيف الذي تعرضت له المدينة منذ ساعات الصباح حيث قامت بإلقاء على الأقل هدم البيوت يا خيوم شو ليش عم يقصف كون؟ قصفنا من لعنة قبر أبوه طيب أنا أبو شو كان عم يقصف كون؟ بالطيران وبالبراميل حسبنا الله ونعم الوكيل الله يهدو الله إن شاء الله يشرد أهله وقراجه يا رب هدم البيوت يا خي هدمه أولادنا ليك يا عين علينا الله يساعدنا طيب قصف بالبراميل خليل وين بدنا نروح يا خيو؟ والله العظيم ما بعرف والله ما بعرف يا الله الله أكبر عليك يا بشار الله أكبر الله عليك يا رب لو بدنا نموت بدنا النصر يا الله نعم والله والله لو بدنا نموت لو قدمنا حياتنا والله بندمنا ونحن نسواهم بدنا النصر يا رب بدنا النصر يا الله الله يوفقك إن شاء الله الله يموتك آمين الله يموتك إن شاء الله النصر يا رب النصر الله يموتك يا رب رجع الطيران لجوا جا طيران لجوا ضحكوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا حبيبي الله اكبر 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 الله حالة رعب تسود الأهالي حالة رعب الله أكبر جراء القصف الذي قام به طهران الأسد على مدينة حولي شاهد الناس كيف تهرب يا الله